اول جيمز شيكي زي ما سولم كان بيقول الاسابيع اللي فاتت، بس مع عودة مشعل والسينرجي بتاعت البوت لين بين بيمك ومشعل، وحسيت ان التيم بدأ يحط ايفورت ويبراكتس اكتر. حسيت ان جيكي ده جيكي اللي احنا متعودين عليه بتاع السنة اللي فاتت، فحاسس ان من كان بيرفورمانس وايز جيكي عندهم الافضلية. اوكي ده حقيقي، وفرجع في الفورم ما شاء الله عليه، ما خلاص يعني هيز ان كنترول. البوت لين زيري ورتنا يعني شكل جديد لميمك، وطبعا رين وغيره من الشباب أدوا بيأدوا فيه أداء جدا ممتاز. سايفر ما زال سايفر، فما في شيء ينقال يعني. وأجواد إز البيلر حقت التيم يعني، ما هذا اللي يعجبك في التيم هذا، ما شاء الله عندهم أوبشنز يعني. هم ورعد بالنسبة لنا حاليا التيم يعني السوبر ستار تيمز، اللي اي واحد من التيم ممبرز ممكن يكون عنده الامباكت اللي يفوز الجيم، يفوز التيم الجيم كامل لحاله. يس صحيح. المره البلفز اتشالت من فريق جي كي، مش عارف يعني، كنا نتمنى يعني نشوفها مره كمان، ولكن جي كي بينهي النقاش، مفيش بلفز تانية هتتلعب. بس من ناحيه ثانيه كنا عند فريق تي بي ال، عند فريق تي بي ال كنا شفناهم المره اللي فاتت بيعملوا بيك الاورجوت في الايرلي، كان سكند بيك او فيرست بيك كمان كان هو الاورجوت. بتهيالي لو حصل حاجه زي كده كان هيبقى البونشمنت صعب قوي من وفو في المرحله دي. فيرست بيكينج توب لين اصلا مش ورث ات. احنا عندك باور بيكس كتير قوي دلوقتي، سيرافين كوركي، عندك تشامبيونز كتير قوي ممكن تفرست بكها. حتى لو ام بيرفكت احسن تشامبيون او الموست كومفورت بتاعه اورجوت، اتس نوت وورث انك تبلاين توب لين في الميتا ديت خالص. اي هوب ان انا اشوفهم مثلا بيعملوا فيرست بيك زي كارما ويفليكسوها او صرافين. اتس انشنتر ميتا. اوكي ان بيرفكت ما شفناه الا على اورجوت شن وايش التيمت الثانيه اورني بيتهيالي لو انا متذكر صح. بيلعب يعني هو بيلعب ويك سايد في شكل عام يس، ولكن يجي فيرست بيك. لا اولاف شفناه في اولاف كتير. صحيح. من ناحيه ثانيه جي كي من البيكات اللي بياخدوها بشكل كتير بتبقى غالبا الاري، بتشوفها كتير في الميد لين ان هو دايما سايفر ايا كان الماتش اللي قدامه، جاست جو اري، بيحاول ان هو ودايما كان بيعمل بيها بيرفورمانس رائع بصراحه. بس طبعا لما نشوف يومي في هذه يومي فيرست بيك يعني يس مش فاهم يس يومي فيرست بيك. اوكي انا قلت يمكن بليس هولدر في حاجه خطا، شايفين بليس هولدر ويومي يومي يومي قويه بس في الباتش ده خدت نيرفز، ويومي حتى بعد النرفات ستيل قويه جدا بس نوت بلايند بيكابل. يعني انا بقول انا استغربت ان جيكي انصر ولا بلو سايد فيرست بيك يعني ما عمري شفتها. اوكي لا اللي استغربته له اكتر الفيرست ان ميمك خد ازريل. انت لو قدامك يومي لوكن بايك كايسا بايك تريستانا اي حاجه بتكل حاجه بتهوك سي سي يس صحيح. شكل لما شفت يومي وبعد كده شفت بايك انا بقيت اكسايتد كده اللي هو ايه هشوف فاهم حرب في جيم، بس بعد كده باك ازريل يدير هو مش عارف، ما حسيتش ان في بانش حصل على باك يومي دي لحد دلوقتي، بس اعتقد هيبان كده كده في اللي جاي يعني. اتوقع هذه جود شانس او فرصه كويسه للجي كي انهم يجربوا حاجه جديده على اساس دي ادابت مع الميتا اكثر من انه يركزوا على ينون الجيم هذا المفروض يس لا اوف كورس دي كاونتر درافت، بس الجيم هذا المفروض انه في الجيب المفروض نجرب حاجات يعني تساعد التيم انه هو يتطور. انت متخيل انه اجواد حياخذ اودر؟ اجواد از نوت ان اودر تايب اوف بلاير. اجواد صحيح انه فارمر في البدايه بس اجواد دائما يحب يلعب كاري تشامبيونز مش العكس. فكون انه هو بيجرب حاجه جديده على اساس تؤدات مع الميتا كويس بالنسبه لنا، ودي بي ال من الفرق اللي كويس تجرب عليها التجارب هذه. صحيح. بس الليليا من ناحيه تانية برضو لسه ما فيش اي حاجه واضحه من فريق تي بي ال هم عايزين يعملوا ايه بدرافت. بالتالي رايحين كومفورت اكتر لانه اوكي خلاص يعني احنا لعبنا كتير حاولنا كتير فنروح حاجات احنا مستريحين عليها، ممكن يكون ده البلان المره دي. بس من ناحيه تانية ده مسهل الخطه على فريق جي كي بشكل كبير يا ترى. امجن لو ازريل ده كان اي حاجه اي تشامبيون كده بيقول ان ما بايك اي تشامبيون كايسا تريستانا كاليستا. طب ليه فين كاليستا؟ طيب فين كاليستا؟ كاليستا بايك كاليستا على فكره برضه من اعلى الوين ريت في السيجنتشر حقت ميمك. ايوه اصلا هو اللي بيلعبها بس اوكي ممكن كان عايز يديناي ازريل يومي ممكن يب ممكن يب.
اوكي، ولكن البلد اليوني زي ما احنا شايفين اتبنى ناحيه جي كي يعني، فبالتالي بيحاول سايفر يبدا ان هو يستريح في اللين بتاعه، لان ما بقاش غير الميدو توب، وكده كده ووفو هيبقى معاه لاست باك، فيقدر ان هو يستريح باي شكل هو ممكن يعمله ايا كان امبرفكت هيلعب ايه. ولحد دلوقتي لسه الاورجت اوبن، لو ما اتعملوش بان بيتهيألي ممكن نشوفه من عند فريق تي بي ال يا ثورن. ممكن وارد يعني، بس اولاف هنا احسن ارجوت يمكن يعني، اصلا البلاي ستايل حقهم هنا they want to go all in right، لما بياخذ ليليا وبياخذ الالتي حقت تويتش تو سيرتن اكستنت على اساس يبغى يسوي لالاباي وبيدخل عليه اصبر. طبعا لو تلعب بتويتش مع يومي بالطريقه هذه، انت معناها تبغى تخرج من اللين على اساس you want to impact other lanes، you want to impact the mid، you want to impact other lanes. شفنا الستايل حق شفنا الجيم بلاي ستايل هذا، لما شان العاده بياخذ تويتش وبنروح نشوف ويسيب البوت لين يروح على الميد على اساس تو تيك ابيت اوف ادفانتج ويرجع لين. طبعا وذر ناجح ولا يعني نجح ولا فشل از ريليفنت، يعتمد على تطبيق على امكانيه الفريق انه يطبق. اريو من الشخصيات اللي جدا متميزه بالاي دي سي، واي اكسبكت انه والله يستغل الشخصيه هذه لابعد الحدود وابعد الامكانيات حقتها. وفي اللين ما عندهم شيء يقدروا يسووه غير انهم يفرموا، فايتس فارم لين اخذ ادفانتج في لين ثاني وارجع. واخد بالك هولدر جي كي بيعملوا ايه؟ جي كي بيلعبوا ميتا بحت يعني، ميتا بصوا واخدين ايه واخدين. انا لما قبل ما نشوف اي درافت قلت لك يمكن من اقوى التو تشامبيونز في الباتش ده سرافين ويدير، هو واخدين الاثنين مع بعض. هو سايفر اول مره في حياتي اشوف سايفر بيلعب سرافين يعني، خلينا متفقين سايفر مش من البلايرز اللي بيلعبوا سرافين، بس هو تشامبيون دلوقتي بيعمل دمج حلو جدا، وكمان بيامباور يدير انه يلعب براحته وبيفضل وبيخليه انه عايش. فاي لايك ات، اي لايك برضه الانسر ان هو خد سايلس اند سرافين علشان يسرع الار بتاعتها. صحيح يعني بشكل عام ماشي اوكي. نار اول مره هنشوفه في الاي سي دلوقتي which is good يعني، اول مره اشوف فوفو بيلعب نار. اول مره اشوف فوفو يلعب فعلا كمان اول ما اظن يعني اي ثينك اي سين هيم يعني شفته يلعب نار في 2018 ولا 2019 في نكسس، بس غير كذا ما شفته نهائيا. اوكي ولكن هو نار عامل ايه في الميتا دلوقتي يعني؟ انا بتهيالي قليل قوي لما بشوف الشامبيون ده، شبه نادرا ان هو يبقى موجود حتى السيزون ده بشكل عام. هو اخذ عشان الارجوت انسر بس او لا، هو اخذ بلاند بيك، هو اخذ انسر، اخذ الارجوت. انا بتكلم عامه اوفر اول، كلام اوفر اول. فاحسن شيء في اوفو كل الشامبيونز اللي يلعبهم اوفو يعرف يلعب قدامهم ويعرف مين يختار قدامهم، فهو شاف ارجوت اخذ نار على اساس he can play the matchup وهو مرتاح، وحنشوف احتمال كبير فوكس على التوب لين على ووفو. عايز اقول لك مفاجأة في مفاجأة، ميميك اللي هيلعب سرافين وسايفر اللي هيلعب ازريل، دي المفاجأة. ازريل ازريل سايفر شفناه كثير في السولو كيو يلعب ازريل في المد، فما توقعت صراحة يدي فليب، بس سايفر بازريل از ستاندرد برضو متعودين عليه. يا بودي الهيستوري الاخر ثلاث ماتشات من فريق جي كي، طبعا هم عاملين لحد دلوقتي حوالي 4 أو 5 وين ستريك من ساعه ما كان معاهم 5 مكاسب أو 6 مكاسب لحد دلوقتي ما بيخسروش تقريبا. اخر حتى ثلاث ماتشات كانوا قدام لوستو فوكس وفي سلاش وكلهم وين، وبتهيألي الماتش ده يعني شايفين درافت مختلف عن اللي احنا متعودين عليه من فريق جي كي، ولكن كالعادة بنشوف حاجه مختلفه، بنشوف ان الفريق الثاني حتى مش متعود على حاجه زي كده، وبيبقى الموقف غريب بالنسبه لهم، فممكن يبقى فيه فعلا صعوبه ان هم يلعبوا قدامهم او يكونتروا البيكس دي. وده فعلا اللي احنا شايفينه دلوقتي يا داتورا، ان ازريل في الميد لين قدام السايلس، بيتهيألي سايلس عمره ما كان هيتوقع ان ممكن يحصل حاجه زي كده، ممكن يبقى الماتش صعب عليه جدا ان هو يعرف يفرم او يعرف يلعب في الايرلي جيم. ايه رايك؟ طبعا ممكن يمكن عشان كده قلبوه يعني غالبا وهيلعب هو يلعب، بس هو هيبقى بيتر ماتش اب زن سرافين ميد لين، بس هو قشطه، هو سايلس هيلعب عادي يعني. ازريل مش من الشامبيونز اللي بتحرسك ايرلي جيم بطريقه مرعبه، عشان ما يقدرش يديك يوهات يعني طول ما المينيونز قدامك، فاهم؟ فاوكي هو هيحرس سايلس وهيبقى معاه برايو على سايلس، بس قشطه يعني سايلس كان بلاي ذا ماتش اب نوت ذات باد. بس اي لايك ان هما فليكسبل يعني، هتلاقي برضو على طول جي كي من التيمات الفليكسبل، ادي ميميك سرافين، ادي له ازريل، ادي له كاليستا، ادي له حاجه. والناحيه الثانيه تلاقي على طول ووفو اجود بيادابتوا للميتا يعني، دلوقتي يدير الميتا وقوي جدا. اوكي جيف اوكي انا اجود انا هلعب الميتا ووفو يلعب تشامبيونز بتاعته بس يعني اوكي. بس نور يس هو بيلعب تشامبيونز بتاعته، بس هو ليه مثلا ما راحش هنا تمكنش؟ عشان تمكنش از نوت ذات جود versus أورجوت، يعني تمكنش دلوقتي ميتا وقوي جدا في توب لين،
بس ان هو معنى ان هو ياخد نار فده معناه ان هو هيز ادابتنج تو ذا ميتا. اي لايك ات. ميتا نار يس يس ميتا نار ميتا دلوقتي. ياب نار بيتلعب توب لين يس. نار وجراجس وتام كينش الثلاثه دول بيتعمل لهم بلايند بيك في التوب لين دلوقتي. اقواهم جراجس بس نار برضو بيتعمل له بلايند بيك وقوي جدا في الميتا برضو. اوكي انا كمان بس دي اول مره اشوفه دلوقتي في الاي سي فعشان كده مش متعود قوي ان هو ميتا حتى في السولو كيو مش بشوفه خالص فام نوت شور لكن فريجنز كتير ممكن يس وحتى بغض النظر اذا كان ميتا او لا بيتهيألي هو بيفات الدرافت دلوقتي عند فريق جي كي بشكل كويس جدا يعني كلهم ازاي كاونتروا ظهور التويتش في نفس الوقت ازاي يعملوا كومبو مع بعض مع السرافين وهكذا والازري التري شوب راج الحاجات دي كلها هتفرق معاهم بشكل كبير ولكن عايزين نتكلم بقى على جانجل باثنج يا سورنت توب ولا بوت بتهيألي الاثنين يمشوا من عند القدير حتى الميد لين كمان يقدر انه يعمل في جانجز كويسه لان في فولو اب موجود كويس من ازريل وارد يعني فعلا زي ما قلت طبعا ادير الفكره فيه انه هو يسوي فول كلير انت عارف عشان اساس يجيب ليفل 6 بس خلينا نشوف المقارنه والمقاربه بين اللاعبين في الجنجل وبعدين المقارنه ما بين اجواد وتلت لورد فرق كبير جدا ما بين البرفورمانس بتاع اللاعبين اجواد يعني ممكن نحس ان الكيل بارتيسيبيشن بتاعه قليل شويه لان هو بيعتمد على الفارمنج ولكن الاوبجكتيف كنترول بتاعه بيبقى هيوج مع الفريق بتاعه ناحيه تانية الفريق تي بي ال ان الكيلز اصلا عندهم بتبقى قليله فلما يكون في كيلات غالبا بتلاقي التيم كله مشارك فيها عشان يبقى نشوف الكيل بارتيسيبيشن يبقى عالي بالطريقه دي بس بشكل عام طبعا احنا عارفين الماتش هيبقى منافسه قويه جدا عند فريق تلت لورد لان الماتش ده مش هيكون سهل ان هو يلعب قدام توب تير جانجلر زي اجواد فخلينا نرجع تاني للباسنج اللي ممكن يبقى موجود من الفريقين وخلينا نبدا الاول بجي كي قول لي رايك يا سورن هو فعلا يعني يمكن زي ما قلت هيكون عنده فرصه انه يلعب ثرو بوت لينز طبعا توقعي انه هي باثس فروم بوت الى توب على اساس يلعب حول نار نار حيسوي سيت اب لي I don't think he needs to gank يعني كل اللي يحتاج يسويه من تحت لفوق بعدين يرجع يسوي ريكول بعدين يرجع مرة تانية يجيب ليفل 6 he tries to dive at top I don't think ما أتوقع أن يشوف gank في الايرلي جيم في ليفل 3 إلا إذا كان في أحد يعني مسوي حاجة completely wrong غلط من ناحية البوزيشنين حقه ولا كيف واقف مع الويف بس otherwise it's a farming jungle وقد شفنا أجواد مرة كثير يفرم مرة كثير he spends أول 8 دقائق أو 10 دقائق حتى إلى حد ما لما ما في plays يسويها تلاقيه he farms he power farms بس بعدين يقدر يعني he carries the game و he can do that طبعا البلد حق أودر في الحالة هذه حيكون يعني give or take full tank كيف المفروض يعتمد على التيم يحاول يعطيهم advantage طبعا البوت لين possibility إنه إحنا والله نجيب kill is unlikely كل الثلاثة دامج ديلرز ما هم ريلي ما هم دامج ديلرز بالذات في دالت جيم انت تعرف تبغى تسوي جانك على مع بايك لما يكون بايك ليفل 6 على اساس انت تستفيد منه بس ات ذا سيم تايم عندهم ال 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 البوش البوش موجود في البوت داتورا صح اللي عنده برايور جي كي حتى بيتهيألي معهم دامج برضو لو بايك بيلعب بيلو بليدز بيتهيألي هيبقى في دامج كفايه يطلع على تويتش لانه هو وان تارجت بس اللي بياخد الدامج كله ف ممكن صادق ممكن فا it is a possibility و ويعتمد على فين حيبدأ يعني اوكي بص بقى فوق قال لك دكتوره بص خلاص بص I agree 100% مع كل اللي سورن قاله ما عدا one point بس ان اوكي خلينا متفقين ان برضو خلينا متفقين ايش مش مشكله عادي اوكي عادي عادي كده يدير هياخد كل الاوبجكتيفز في الليرلي جيم يعني معاه كده كده برايو بوت معاه برايو ميد توب طب ميد بوت لين مع البرايو في 3 لينز فكده كده كل اوبجكتيفز هاي فارم دريكس هياخد الفيرست هيرال ده هيلعب على الاوبجكتيفز مينلي بس معاه هيوش كنترول جانك سيت اب في البوت لين مع سرافين بايك احنا عارفين ان يومي الكاونتر بتاعها بايك اصلا بيلعب بايك هيل اوف بليدز هوك واحد لتويتش بالهيل اوف بليدز اجنايت ومعاه كمان السرافين سيت اب اللي هي الستان او السلو الروت دي اكشلي وكانت بقت 1 ثانيه ونص بقت ثانيه ونص انت متخيل بقى اوكي خلينا نقول ان تويتش من مش من الشامبيونز اللي معاه جامب او فلاش هو كده كده يهز ان هو فلاش يا اما فلاش لوك يا اما فلاش ليه لو فلاش حاجه فيهم هتقوم عامله له ستان 1.5 سكندز فلا في كيل بريشر كبير قوي في البوت لين في كيل بريشر كبير قوي في البوت لين وده اي سينك الجي كي هيلعبوا الراوند هما هياخدوا اتوقع كده possible يا وارد ما فيها كلام يعني الريلايبيليتي حقت الانجيجز هذه بالنسبه لي مدام سكيل شوتس انا دائما اعطيها يعني اي لور البرايورتي حقتها بس اكيد وارد
ممكن زي ما قال تفضل داتورا يلعب من فوق ينزل تحت ويحاول يسوي جانك في البداية if he wants to take early advantage. بس knowing أجواد لما يلعب farming jungler he farms, لما يلعب ديانا لما يلعب هذول كان يفرم طول الوقت. I don't know how we'll play that one. اوكي, ولكن لو عايزين نحط فوتس بيتهيأ لي انتوا الاثنين هتتفقوا ان فريق جي كي مع الافضلية انه يكسب الماتش ده, صح؟ اكيد اكيد, الافضلية الامكانية اللاعبين اوكي, ولكن طبعا بالتوفيق لفريق تي بي ال, ونتمنى ان احنا نشوف مباراه حماسيه ونشوف فعلا حاجه خارج التوقعات. فيلا بينا على طول نروح على مار وجيلي فيش, ولكم الكلمه. شكرا لك يا فولدر. اعزائي المشاهدين, وصلنا للجيم رقم 4 ما بين ذا بلاك لوتس وجي كي. كل تيم عنده اوبجكتيف من ماتش النهارده يا جلي. اهلا وسهلا, رجعنا مع بعضنا الجيم رقم 4. المرة دي يبدو أنه تي بي ال حظوظه مش كبيرة برشا الحق, يعني كما قال ثورند قد يكونوا فأر تجارب معناها بالنسبة للجيم هذي. تصور عندهم فرصة مارو. أعتقد The Black Lotus كفريق أنت بتحاول تلعب على الهروب من الريليجيشن بالكومب اللي موجودة معاك. عجباني جدا السمارت بيك اللي حصلت من السايلس هنا, لأن حاسس أن السايلس عنده كذا هاي جاك ممكن يستفيد منها في التيم فايتس. ولكن الفكره في السيناريو ذا بلاك لوتس يحاول انه يهرب من الريليجيشن, بس لو قدر انه يسكيور 2 وينز, وسو فار عايز ان عبعال وبرده فريق ثاندر كلاودز يخسروا كل الجيمات اللي موجوده عندهم في الاسبوع الاخير. ده الحل الوحيد انك تدوج الريليجيشن. ولكن جي كي عندهم يعني حرب تانية خالص. جي كي بتحاول توصل للتوب 3, جي كي تحاول تقرب لفي سلاش لانوبس لرعد, يمكن كمان تحاول تندب في التوب 3. يعني اللي حب يقوله مارو انه شبه مستحيل تي بي ال ينجح في المهمه بتاعهم. اما الكثير يعتمد على الجيم هذا ولا لسه في برسنتج بسيطه. يعني انت عندك كنت سيناريو ان عبعال وثاندر كلاودز يخسروا النهارده, فعلا خسروا اول جيم ليهم في الاسبوع. لو فضل على نفس الوتيره وذا بلاك لوتس قدر انهم يسكيروا 2 جيمز بس من الاسبوع ده, هيند اب هنا بفور جيمز وينه, بالتالي هيقدر انه يدوج الريليجيشن. ولكن زي ما انت قلت بصراحه يعني حظوظ صعبه جدا, وخصوصا كمان ان انت كبلاك لوتس لسه عندك ماتش مع فوكس بعد ماتش جي كي النهارده, لسه عندك كمان الماتش هيبقى في اليوم الاخير في الاسبوع الحالي هيكون قصاد ثاندر كلاودز. فاتليست لازم تسكيور ثاندر كلاودز, تحاول تسكيور ماتش النهارده قصاد جي كي او ماتش بكره قصاد فوكس جيم. يعني كأنهم في دقيقة 40 15,000 جولد بيهايند, ويبقى حلك الوحيد أنك تعتمد على أخطاء المنافس تقريبا. هذه الحالة اللي موجود فيها تي بي ال. أفضل وصف. لكن المشكلة اليوم 100 منافس, برشا منافسين, وتتمنى أنه كلهم يخسروا في نفس الوقت. يا تي بي ال, هل يفعلوها ولا؟ يمكن خلينا نذكر السادة المشاهدين اللي مشاهدوش شنو اللي صار السنة الفارطة في الاي سي. تي بي ال فجر مفاجأة كبيرة جدا, يعني جاء من أماكن أغلب الناس كانوا يتصوروا أنه مستحيل فريق يفعل الشيء هذا. جاءوا من أماكن بعيدة جدا وانتهى بيهم الترتيب, أو انتهى بيهم الأمر بصدارة الترتيب. ممكن يفعلوها مرة أخرى, شكون يعرف. لكن شايفين دلوقتي الأجراشن من ناحية فريق جي كي في البوتلين, بدري عايزين أنهم يخرجوا إيري, وبالفعل استخدم الكلينس هنا سرافين بايك. البوتلين ده مرعب, خصوصا أنك دلوقتي خلاص معك يومي على تويتش. ضغط متواصل موجود في البوتلين, يعني مش حاب يعطيهم اي مجال يتنفسوا فيه, مش حاب يسمح لهم انهم يتحركوا اي سنتيمتر من دون ما يتوقعوا ان ثم كيو ممكن تخرج من البوش في اي لحظة وتجذبهم الى حد فما. هيا اولموست مشعكة ممكن هنا يلاند للصن, ولكن في النهاية استخدام للفلاش بشكل اجريسيف على فريق ذا بلاك لوتس البوتلين هنا يعتبر راح بصراحة لمصلحة إيريو أكثر من جي كي. الحق يقال أي البداية ممكن حسينا جي كي عاملين بريشر كبير, أما إذا كان ننظر الإتش بي بارز الآن واضح أنه إيبيل هما اللي عندهم الأبر هاند. ممكن تشجعوا وتحمسوا أكثر من لازم مش على ميميك, مش على ما عنده حتى سامنر الآن, ولكن نفس الشيء ينطبق على إيريو. ممكن يكون هذا الفأر تارجت بالنسبة للأجواد. سرعان ما تلت لورد يتجه دلوقتي على البوتلين عشان يعاقب الاجريشن اللي حاصل من فريق جي كي في البوتلين. مش عند دلوقتي في وضع خطر, مش عارف نوع اسكيب في النهايه. الفيرست بلاد سكيورد لليومي, ولكن الميمك هنا ممكن تكون في النهايه بالفعل حظوظ ايريو انه ياخذ عليه الكل. من سوء حظهم انه الكل مشت الانسين, كان مستحسن انه تكون على ايريو مثلا وحتى تلت لورد. اما في نفس الوقت مجهود جبار جدا
من عند تي بي ال اوهموا ميميك ومش على انهم رجعوا للبيس يعملوا فريسات، ولكن المفاجأة لما شافوا الغزالة الرشيقة متجهة نحوهم كانوا يعرفوا انه التويتش مازال قريب. علين دلوقتي كمان التوكلز الموجودة في البطلين اعتقد هنبدأ نشوف الاجريشن ده يتقلب لصالح فريق ذا بلاك لوتس. استخدام بصراحة تلت لورد ل يعني للاوفر اكستند اللي حصل من ميميك ومن مشعل كان اون بوينت. انا شايف ان انت دي الـ 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 المشكلة بالنسبة لفريق جي كي، ان انت ممكن في الميد لين سايفر معاه سيبر بيك وهي الازريل، ولكن في التوب لين وفي البوت لين تلت لورد هيكون حاطط اغلب البريشر ناحيه التو لينز. ولكن الان اجواد كمل الجنجل بتاعه الكل ويحاول انه يدخل يعمل انفيد على ما يبدو التلت لورد، يمكن يشده يمكن يقتله. لا التارجت الان شادو وولكر والسايلس صعب انه اسكيب، ولكن في النهايه استخدام فلاش وراها دبي على طول والفور مان ميد لين تنجح انها سكيور الكل سايفر. اوكي اكسكيوت فير اي حاول استعمل الفلاش متاعه لكن ما كانش كافي، كان يتمنى بطبيعه انه الديث متاع سايفر تحسب كيل ليه. زي ما صارش، صار شويه فارم وهو في حاجه للفارم الان، متاخر بتو ويفز تقريبا على سايفر. نتشين خلاص موجود مع سايفر، ده هيديله يمكن افضليه من ناحيه البوك في الميد لين، وشادو سو فار هيكون عنده يمكن معاناه بسيطه في الميد لين قصاد سايفر، ولكن على النقيض الاخر شايفين ان بيرفكت بيتيك تريد مع ووفو. لو مانا هيكون دلوقتي على بيك الاورجت، وبالتالي ووفو عنده افضليه في كراشنج الويف، ممكن كمان يحاول يلعب على فورسنج تيليبورت لان بيرفكت يكون بالنسبه له افضل سيناريو، ولكن مش على سهله يسكت محال ريسك شوية انك يوم ما تلقاش التارجت، اما في نفس الوقت لازم يرد بالهم لانه تلت لورد الان مرة اخرى قريب للبوت سايد، ولكن بفضل هذه الورد اللي صار عليها البينج الان في الميني ماب يعرفوا اللي قريب. بالنسبة لشادو وولكر الان هذا السايلس شو الالتميتس ممكن ياخذهم؟ عنده التميت ووفو، التميت ميميك، والتميت مشعل، هذي يكونوا احسن خيارات. لكن سايفر الان ايه دلوقتي على الرومينج بتويتش اون بوينت، ياخد الكل بكل سهوله على السايفر وثريت التويتش يومي. يبتدي نشوفه دلوقتي، اعتقد شفناه المره اللي فاتت من فريق رعد لما سان خد التويتش بس كان معاه لولو، دلوقتي شفنا خلاص التويتش يومي موست اوف ذا تايم اعتقد جالي هنشوفها بيروم بيها الماب اكيد. شويه دامج على الميمك ولكن من دون اي ضحايا على ما يبدو. كلينس إيريو هترن إسكيبنا، ولكن في النهاية لازال بيزيك أتاكس موجودة على ميميك. أجواد دلوقتي موجودة على البوتلي إنه فريق جي كي ممكن يحاول يترني، يحاول يدور على الدايف، لكن في النهاية الويف لسه مش مساعدة فريق جي كي بشكل الكافي إنهم ياخدوا الكلين دايف بكل سرعة. لازال ما فيش أي اتجاه من ميدلين أو جونجل من ناحية فريق ذا بلاك لوتس على البوتلي إنه دايما كده ليسهل الدايف إيريو، ولكن الهوك في النهاية هتمس وميميك ممكن تتم معاقبته من إيريو وتروش براش في النهاية في الميدلين مش هتلاند وإنسين كل رقم اثنين تكون لصالحه. اثنين عنده اثنين عند إيريو، عدل كبير جدا موجود في البوت سايد. مش هي الأخرى سايفر خسر في الميدلين، شفناه ما استعملش الفلاش متاعه لأنه كان في عداد الموت، أول ما استعمل الإي متاعه باتجاه شادو ووكر عرف لي هو مات مش قادر أنه يهرب من تويتش بكل سهولة. لكن سايفر الآن استعمل الفلاش متاعه، الحق تمنيت نشوف شنو اللي فرض على هذا الإزريل أنه يحرق الفلاش. يعني دلوقتي خلاص كمان عندك يعني سايفر كان يمكن بيحاول يدور على بلاي في البوت لين بتروش براج، ولكن انت بتحاول تفورس بلاي ورا بلاي على ايريو، بتحاول انك تدور على ادفانتج ناحيه ميميك ومشعل سو فار انت مش بتلاقيها بالشكل الكلين. مره تانية فورسنج يمكن بلاي على البوت لين وايريو انسين توتال ريد حاصله للبلايز اللي عماله تحصل دي، ما فيش ثريت عليهم. يعرفوا انه هو الهاي برايورتي تارجت الان، خاطر في التوب سايد ووفو رابح يعني الحق مش محتاج اجواد انه يتدخل، متقدم الان ب 20 سياس على ما يبدو. التركيز الكل موجود على البوت سايد، حتى لما الهوك بتلاند ما تحسش ان في دامج فولو اب بيكون قادر ان هو يهدد ايريو، تحس ان ايريو بيجيت كلوسر اكتر لميميك ومش على، وبالتالي بياخد الفري اوتو اتاكس بتاعته ومش خايف طول ما هي موجوده معاه. دلوقتي تلت لورد موجود على البوت، لازم فريق جي كي من ناحية البوت لين يرسبكت ان الليليا هنا تكون خطر عليه. لما حالة مش على ميمك دايما حاطين الفيجن بطريقة جيدة جدا، شوف قديش ثم من وارد في الجنجل
بتاع تي بي ال، ولكن هذه إعادة للي مات فيها السايفر. اوكي هذا الفلاش استعمل السايفر. شكرا برودكشن، شكرا على حل هذا اللغز. لكن سو فار لحد دلوقتي عندك فيها البوت لين اريو ان يكون معاه تو كيلز انسين. تو كيلز هو افضل بصراحه سيناريو ممكن تكون طلبه، لان انت عايز تويتش دلوقتي يبدا يلعب اراوند توب لين وميد لين، ومع وجود الريفت هيرلد ممكن نشوف اريو بس يحاول ان هو يبوش الويف اكتر من كده، وبعدها يتجه على الريست ويحاول يلعب على الريفت هيرلد مع فريقه. ولكن سو فار بريشر موجود ابلايد من ناحيه فريق جي كي في البوت لين. التيمت فار ضغط على طول من الانسين، يومي الت مش هتكون كافيه تطلع دمج على ميميكو في النهايه. انكور دوج موجوده من اريو ميميك لو اتش بي، ولكن في النهايه مشعل بالفلوب الشوت داون سكيورد انسين زي الفيلج شيس على مشعل. ما اعتقدش معاه الدمج فلوب، ولكن تيت لورد موجود الاي مش هتلاند على مشعل. لو اتش بي هيكون ميميك، ولكن قادر انه ياخر تيت لورد اكتر واكتر، وبالتالي مشعل يقدر يسكيب. لكن في المدلين لازال في تريد حصل هنا في المدلين على السايفر، والالتيميت موجوده من ايم بيرفكت، ولكن في النهايه ترش براج مش هتلاقي الكيل على السايفر في النهايه. اولموست ممكن ياخدوا الكيل على الازليه. وفي التوب لين مره ثالثه نعود تريد حصل من اجواد اوفو في النهايه. الريفت يمكن يكون سكيورد للبلاك لوس او اكشن نيفر مايند سكيورد للجي كي. الهاي جاك موجوده من شادو، ولكن دلوقتي لو اتش بي هيكون الاورجت وكان سكيورد بكل سهوله. سايفر موجود، ولكن في النهايه لو اتش بي شادو قدر انه يسرفايف لاست سكند. فايتس افري وير يا جيلي. ولكن بالرغم من هذا الكل انا متفاجئ اللي تي بي ال هم اللي عندهم الادفانتج الان، عندهم اكثر كيلز، عندهم اكثر جولد. صحيح مازلنا ما شفناش اوبجكتيفز عندهم، اما يمكن مع مرور الوقت نشوفوا اكثر ايكونز تظهر على يسار الداشبورد. اما الشيء اللي يخليني نخاف ونقلق هما حاجتين الحق. اولا تي بي ال يعني سكور متاعه 2-13 ما هوش من اكبر التهديدات، ومن الجهه الاخرى جي كي يعرف يلعب ماكرو بلاي خرافي جدا، خاصه على قد ما يقدم الجيم ندخل دقيقه 20-25 جي كي يتحول، جي كي يصير فريق اخر. فالان لازم تي بي ال يحاولوا انهم يغتنموا الفرصه اكثر ما يمكن قبل ما نوصلوا لهذه الدقائق الحرجه في الاخر. كمان تحاول دلوقتي بتواجد الريفت مع فريق جي كي تلعب على السيجنج اللي يمكن يكون موجود عندك بنسبه كبيره. ممكن تنفست الريفت هيرل ده ميد لين او بوت لين، وبوت لين يعتبر بالنسبه لك افضل قرار. وبالفعل جواد متجه على البوت لين، ممكن يحاول يدور دلوقتي على استخدام البيتنجز على البوت، ولكن الهوك في النهايه من مشعل مش هتلاند على ايريو. فريق بلاك لوتس بريشر على البوت لين سو فار مش بي باي اوف مره ورا مره. تلت لورد موجود دلوقتي و3 فيرسس 3 تكون حاصله، ولكن مره ثانيه مش هيقدر يلاقي له. الشيء ده يحط ضغط كبير جدا على اريو، يعني مش قادر انه يلعب اللين مرتاح، يعرفوا انه بين اي لحظه واخرى ممكن فجاه يظهر هذا الدب هذا الادير من العدم، واللي هو في حد ذاته يسمى خلينا نحسبوها الجي كي، خلينا نقولوا هذا انتصار نسبي بالنسبه للجي كي. وبالرغم من الوقت هذا الكل اللي اجواد قاعد يعديه في البوت سايد، الا انه مازال متفوق من ناحيه السياس ومن ناحيه الاكسبيرينس على تيلت لورد. ف اوكي نتصور انه صحيح ممكن نسميه شويه تضيع وقت، ولكن النتائج نتاعه واضحه. اريو مش قادر انه ياخذ اي مساحه خلينا نقولوا في البوت لين، دائما تحت البرج نتاعه لو لاحظ. دلوقتي كمان في التوب لين شوف البريشر اللي حاصل من ووفو، النار بيكنا هيوج بصراحه. واضح دلوقتي ان كلام داترا كان اون بوينت، داترا كان قال ان النار بيك بلايندلي كويسه جدا، وبالفعل تم استخدامها في التوب لين دلوقتي من ناحيه فريق جي كي، وقادر يحط بريشر كبير جدا على اورجوت وفاز بلاد تاور. سكيورد الجي كي سو فار هنا في البوت لين، وبالتالي اريو اعتقد هيصعب يعني سيناريو ان هو يروم اكتر واكتر. ولكن تلت لورد موجود على الميد لين دلوقتي سايفر زي مع الاركين شيف، وبالتالي هي سيف. تصور هذا السيناريو اللي كان يبحث عليه فريق جي كي، لازم نصعبه يتقريو على قدر الامكان. سايفر اولموست بالبلاي، ولكن رد من شادو شات داون والاجنايت مش كافي. شوف سايفر بينط مكانه، مش عارف اللي حصل، ولكن في حضرة شادو صعبة تموت تحت التاور. سايفر جيتين كاريد مرة اخرى. ولا شادو ووكر كان فايق، كان متنبه، كان عارف انه ممكن الشيء ذا يصير ولعبها بيرفكتلي. خلينا نشوفه مره اخرى الاعاده. هو ضرب التاور وجهه نظر السايفر. ضرب التاور ضرب شنو قلت لي؟ ضرب التاور ضرب التاور وتوقع تاكل تاور. سيد يصير على العصير مش مشكل.
زال متقدم على الأقل من ناحية CS، مصور حاجة تشكر أو تذكر بالنسبة لسايفر، لكن الحق مش مستغربين لأنه رينج ضد ميلي تشامبيون. هذا هو الحال، هذا ما كيفاش تكون الأمور. بالرغم من هذا الكل مازال تقريب متساوي في الجولد مع شادو ووك والتو دراجون سوفر كمان لفريق جي كي ستيل هيوج. دلوقتي بتقرب اكتر واكتر للسول، هتكون ماونتن عندنا في الجيم ده، ولكن دلوقتي ايريو على طول يرد بكروس مافي يتجه على التوب لين، وزي ما كنا بنتكلم البريشر توب وبوت لين هو افضل قرار من ناحيه فريق ذا بلاك لوتس. يمكن جي كي كانوا مركزين في الايرلي جيم اكتر واكتر على البوت لين الخاص بفريق ذا بلاك لوتس، ولكن سوفر دلوقتي ايريو ستيل مش بيهان، ايريو معاه تو ايتمز قادر ان هو يوصل للمرحله اللي يكون مرتاح فيها، لكن لازم يلقى الفايتس المناسبين بالنسبة ليه. لازم واحد من تي بي ال يساعده حتى انه يخرج الدمج هذايا الكل. اما في نفس الوقت جي كي لما اخذوا التير 1 في البوتلين، هذا الشيء يعطيهم اريحية كبيرة جدا حتى انهم يلعبوا حول التنين، يعني البرايو مش تكون في اغلب الوقت من نصيبهم من جهة البوتسايد، وهذا الشيء ممكن يساعدهم انهم يتحصلوا على التنين الثالث. مشكلة تي بي ال انه صحيح اخذوا كيل، صحيح عندهم جولد، اما على ارض الواقع الادفانتج كاينو مش موجود، ما عندهم حتى سيطره على السامن الريفت الى حد الان، مازالوا ما اسقطوش ولا برج في 14 دقيقه. اوكي، ولكن شايفين كمان من ناحيه الميد لين ماتشر، لسه كنا بنتكلم عن سايفر انتو شادو. سايفر دلوقتي يعتبر شادو اللي معاه الافضليه، ولكن سايفر متجه على السايد لين يسكيل. هل شايف ان لازال هنا الازريال بيك ممكن تكون فايبل بالنسبه لفريق جي كي؟ هيكون ليها ادفانتج. اوكي، شوف الدمج طلع من ايريو هنا بالحديث عن الاي دي كاريز، ولكن اوكي مش على الاسكيب انستنت، ما خسر حتى شيء، خسر حتى سامنرز لايريو اللي اضطر انه يستعمل فلاش على اساس انه يجيب اللاين اب بتاع اليومي التيميت. مشاكل في التوب سايد وفي يعني حرب لا يعلم عنها احد، ولكن مره ثانيه مش على الفورز هنا نطلع من الفايت. اشباد ديسابيلتي تشيس على ايريو، معهوش السال دامج في الاب الكافي من فريقه، ولازال اوتو اتاكس موجوده على تويتش، يحاول انه يسكيب ولكن ستان وراها ستان ثانيه، كلانس موجوده من ايريو مش هتكون كافيه ان هو يسكيب، وفي النهايه انسين هو كمان في وضع خطر، واشباد دبل كيل سكيورد على بطلين فريق ذا بلاك لوتس. موت بطيء وممل ومقرف جدا اختبروا ايريو في الاكشن الاخير هذا، لكن وقت اللي احنا كنا نشوفه في الميد لو انتبهتوا على التوب سايد ام بيرفكت تحصل على كيل على حساب ووف، ولكن ما كانش وحده، يظهر لي تيلت لورد كان يساعد فيه ولا كان في التوب، في التوب كان متجه ناحيته. يعني كانت 1 في 1 ولا يا كانت 1 في 1 ما بين ووف وام بيرفكت، ولكن كانت اندر ذا تاور كمان. يعني تاخذ اوكي، يظهر لي ان الاعاده يس وتشجع اكثر من لازم يمكن. ايه دي الفلورد ما ضربتش، ما جاتش، لكن كان موجود ويضرب شي يستعمل الالتيميت بتاعه لهنا. يس ما كانتش 1 في 1، لكن ما يهمش، المهم هي كيل. التاريخ مش باش يتذكر هل انها كانت 2 في 1 ولا لا، ولكن باش يتذكر اللي هي كانت كيل. شوف انا خد الاخر اكتر كيل ممتع عندنا النهارده. شايفين اكشن اوتو اتاكس ايه مره ثانيه، الستان اوتو اتاك مره ثانيه، ايريو بي اسكيب، بعدها انسان هينزل وتقعدتك تاني. الحمد لله easy life جمبين صعب جدا. بعد هذا الكل يا مارو مازال الفرق مش واضح الحق، مازال تي بي ال يبدو انه متمسك بالمباراة، ولكن الحق نحس انه الفرق في الجولد ما يعطيش فكرة واضحة على شنو صاير في الجيم، لانه الى حد الان تي بي ال مش قادر ان يترجم الجولد هذا الى اي ادفانتج من ناحية الأوبجكتيفز. سو فار كمان فريق بلاك لوتس هيفتقرهم بس محاولة الكاتش على حد من باك لاين فريق جي كي، مين اللي هيكون قادر انه يدور على الكاتش؟ ولكن ووفو برضو الحديث عن الكاتش بالحديث عن التريدز، فووفو لازال مأبلاي بريشر كبير جدا في التوب لين على أورجوت، مش سايب له مساحة تماما في الماتش اب ده، واضح كمان ان اجواد متجه عليه، ولكن الريفت موجود بالفعل عليه دلوقتي انسين وإيريو. هل يكون قرار ووفو أجواد ان هم يسيبوا الريفت هيرلد لفريق ذا بلاك لوتس؟ على ما يبدو مش يكون هذا القرار من جهتهم، اما الى حد الان مازلنا ننتظر اكثر في التيم فايتس، خاصه انه شادو وورك كما قلنا يعني ممكن يستفيد من كثير من الالتيميتس، ممكن يستعملهم ويمنح تي بي ال شويه ادفانتج، وخلينا نقولوا يشيل ينحي علينا هذم الاصفار اللي مالقين يسار الداشبورد من فوق. اوكي اصبحوا واحد
بعد الريفت على الاقل. اوكي واضح ان في بوز هنا حصل، ان في ديسكونكت حصل من وان اوف البلايرز الموجودين عندنا في جيمنا النهارده. ولكن سوفر من الاكسكيوشن اللي شفناه يا جلي، شايف ان فريق جي كي يمكن حتى الدرافت ده مش ده اللي متعودين دايما نشوفه من جي كي، حاسس ان هو في محاوله لاخفاء بيكس، خصوصا ان انت خلاص ضامن كده كده انك بتواصل للبلاي اوفز. اه ممكن جدا، اي خاصه انه تي بي ال مش هذا اكبر تهديد ليك، يعني نتصور جي كي مرتاحين جدا ويعرفوا انهم فايزين بالمباراه هذه لا محال الحق. اوكي شفنا في اكثر من مره بعض الفرق اللي تفجر مفاجئات امام اكبر واعند الخصوم مثل ثاندر كلاودز، اما الحق اذا كان حب نكونوا رياليستيك فرصه تي بي ال في الفوز بالجيم هذه ضئيله، وهذا الشيء اللي يعطيهم حريه اكثر انهم يجربوا البلايز جدد هذا، خاصه مثلا الازريل من عند سايفر اللي كما كان يحكي ثورن. اوكي متعودين نشوفوه من عنده في السولو كيو، لكن مش متعودين كثيرا نشوفوه في الجيمز هذم. اعتقد بالامبوسيبل سيناريو اللي كنت حاطه في بدايه الجيم كده كده لسه كنت بنتكلم ان احنا محتاجين بس تو وينز نشوفهم من ذا بلاك لوتس، فلو ما قدرتش تحصل عليها النهارده قصاد جي كي ممكن تحاول تحصل عليها قصاد فوكس جيمنج، او كمان تحصل عليها قصاد ساندر كلاودز. ولكن هل اصلا السيناريو ده هو موجود؟ ده سؤالي بصراحه، لان ممكن يكون صعب قوي زي ما انت اتكلمت انك تامل ان باقي التيمز اللي يكون عندهم الديس ادفانتج، ولكن دلوقتي جي كي فورسينج الفايت انسين موجود التيميت رفع طاف من اليومي، ولكن في النهايه كمان انكور هتلاند على ايريو دامج هنا على التويتش هيكون اناف يمكن ياخد الكل عليه، ولكن في النهايه هيقدر يسكيب شويه تايم تنت لورد كمان في النهايه مشعل ياخد الاكسكيوت مره ثانيه جوتو موجود عشان ياخد الشوت داون على البايك، ولكن قصادها اجوا ده بيك الكل على شادو وايريو كان ممكن يقعد حيه في الميدلين، لكن اعتقد هاي اسكيب اجواد ممكن يفيس تشيكن عليه انها تمر مرور الكرام مش هيفيس تشيك. اثنين مقابل واحد وزيد عليهم تاور وزيد عليهم الكيل على ايريو، ولكن في النهايه شوف الكايتنج اون بوينت هنا ياخد الكيل على سايفر يتوجه دلوقتي بالفوكس على اجواد ميميك فوضى خاطر امبرفكت لسه مكمل انا بالتشيس عليه، ولكن في النهايه اعتقد لسه معكش اي حاجه تحاول تعمل بيها الكاتش على سرافينو، وبالتالي وايت تايم هنا كراش الويف ويفول باك. يأمل فريق تي بي ال بطبيعة انهم يتحصلوا على التاور هذا، لكن صعيب وفو متجه لهنا جواد مازال فول اتش بي مشعل رجع من البيس، فيبدو ان الحل الافضل والامن هو التنين، ولكن هل انهم عندهم الوقت ولا هل قادرين يفعلوه؟ تي بي جاي من عند ميميك، ميميك دلوقتي كان موجود بالفعل فريق جي كي كلهم موجودين دلوقتي عدا سايفر، ولكن لازال هنا فور بلاير قادرين انهم يهددوا فريق ذا بلاك لوتس بالشكل الكافي. ايريو عليه اللوك داون والفولو من ووفو والدامج على ايريو صعب انه يسكيب حتى لو معاه الكلينسو في النهايه، شوف الكاتش اللي حصل على ووفو على طول فريق ذا بلاك لوتس شادو مش هيكون قادر ان هو يكمل الفوكس لان موجود ثريت كبيره كان على الباك لاين مشعل، ولكن بطارية لورد وشادو قادرين يكونوا علامة الفرق بالنسبة لفريق ذا بلاك لوتس. جي كي لازالوا مش حابين يفرطوا تماما في دراج اند روب براجر موجودة من سايفر مش هتلاند غير على وان بلاير، ولكن لازال في ثريت كبير جدا لو اتش بي هيكون فريق ذا بلاك لوتس ممكن يدوروا على تيم فايت دلوقتي على الدراجن. دراجن اوريدي ستارتد من ناحية فريق جي كي ميميك عليه خطر كبير، لالتنج لولا باي موجود عليه في النهايه هيطلع منها بكل سهوله، شوف الدمج طلع من ناحيه تلت لورد ياخد الكيل على ميميك ويكمل دلوقتي بالتارجت على اجواد وبكل سهوله هيفول مره ثانيه اجواد بالشوت داون والسايلس هيوج بيك موجوده في ايدي ذا بلاك لوتس. اي ما عرفتش كيفاش شاد فوكر قعد حي الوقت هذا الكل، مفاجاه كبيره بالنسبه لي انا، ولكن المفاجاه الاكبر انه اولا تي بي ال فازوا بالفايت، ثانيا خذوا اول تنين بالنسبه ليهم، ويظهر لي الان جي كي بداو يحسوا ان المباراه هذه ماهيش باش تكون بالسهوله اللي تخيلوها ولا بالسهوله اللي تخيلها تشات. انا متاكد من دون ما نشوف النتائج انه اكثر من 80% صوتوا وحطوا التشانل بوينتس نتاعهم على هذا الفريق السعودي جي كي، ولكن قد يكون شادو ووكر هو المفتاح، قد يكون الدامج اللي يخرج من عند اريا هو كذلك واحد من مفاتيح الفوز لهنا. يعني شوف مين في فريق جي كي هيكون يعني طول كبيره في التيم فايتس بالالتيميت الموجوده معاه، هتلاقي على طول شادو يقدر يهاي جاك الالتيميت دي، وده يمكن اللي فارق بشكل كبير. وايريو برضه حتى لو حصل عليه الفوكس كان طالع كميه دامج بير سكند من تلت لورد، وكمان يعني السستين اللي كان طالع من شادو في الفايت بقى دلوقتي كمان معاه الزونيز، فانت شوف السايلنس سيرفايف في التيم فايت. إيريو كمان لو قدر ان هو يحصل على بيتر يعني بوزيشننج في التيم فايت، اعتقد جي كي دلوقتي محتاجين يعني يعيدوا كده التفكير في الكوردينيشن وفي التيم فايتس بتاعتهم، لان واضح ان ذا بلاك لوتس
مش حابين نسيب لهم وين النهارده. وحسب رايي انا واحده من المشاكل يعاني منها جي كي الان انه اغلبيه الكيلز كاينها موجوده على تانكس على بروزرز على ايريو وايريو بالفعل بالكيل على ميميك التيميت موجود دلوقتي على اجواد ولكن التليبورت انستنت من ووف وفريق جي كي يعني التليبورت دي ما كانتش اون بوينت او من ووفو ولكن ستيل يعني يمكن بيحاول يسيف تحمس ما حبش زميله يموت من دون ما يعمل اي شيء هو قال لك اوكي خليني نستعمل تي بي نثبت لي انا موجود باش نساعد الزملاء متاعي اما اوكي بالعوده لنفس النقطه اللي كنت تحدث عليها يعني اغلبيه الكيلز اللي موجودين عند فريق جي كي كاينهم عند بروزرز ولا عند تانكس سايفر عنده واحده فقط خلينا نشوف الاعاده مره اخرى لهنا او هذه متاع الفايت على الاثنين مش عارف هذا النصف الاول يبدو انه يس الروت صار على ايريو لهنا ووفو يتحول ولكن ووكر يربح الكثير والكثير من الوقت بالهاي جاك التيميت من عند ووفو اللي يموت عن طريق البيرن عند تلت لورد وهذا تقريب شباب كان الجزء الاول بو صغيره ونشوف الجزء الثاني من الفايت شوف كمان الفايت يعود مره ثانيه دلوقتي بالبريشر اللي هيحطه على طول تلت لورد بمساعده شادو دراجون يمكن يكون ستارت كان ساعتها من جي كي ولكن تلت لورد على طول شوف اللوك داون على ميميك وهيخش حتى انسين بالدمج بتاعه مساعد الليليا يومي ككومب بجد صعب 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 جدا انك تحاول توبوز الكومب دي ولكن على النقيض الاخر شايفين ان في تريد اوريدي موجوده في البوتين ما بين امبرفكت ووفو ولكن دلوقتي اجواد موجوده بالتالي الاورجت فاضع خطر والستانات لاند عليه وبكل سهوله تكون كل في ايدي ووف اوكي الى حد الان المباراه مازالت متقاربه بطريقه رهيبه جدا بطريقه نصور حتى واحد ما توقعها الى حد الان ولكن تفسير صغير لازم نوضحه معناها بالنسبه للجماهير المصريه راني مش نقول في الكلمه اللي انتم تتخيلوها انا نقول في الصحه توضيح صغير يعني انا بسمع كنت سامع صحه مثلا يعني dont worry بس so far 14 كيل في ايدي ذا بلاك لوتس بالفعل هيوج ادفانتج خصوصا حابب هايلايت البوينت اللي انت قلتها نشوف الكيلز اللي موجوده مع جي كي موجوده مع مين وموجوده ناحيه ثانيه كمان مع مين من ذا بلاك لوتس ويريو بالكيل على ميمك ولا زال مكمل بالسبراي على سايفر كيل وراها كيل حتى لو يرجع ممكن يفوق هنا ولكن لسه مكمل التشيس اجواد يسكيور الكيل على ايريو ذا بلاك لوتس يكملوا دلوقتي بالتشيس على اجواد ليتنج لاباي موجوده على الاودير في النهايه هيفول في ايدي انسين على الباك لاين موجود وفو ميمك ولكن مش كافيين ان هم يوقفوا فريق بلاك لوتس تشيس مكمل على فريق جي كي وفو وضع خطر تلت لورد بالكل سكيورد دلوقتي على النار شوت داون ومش على المطلوب منه الهروب صح يا الدراري شنو هذا يا لطيف شنو هذا الكل ما فهموا حتى شيء جي كي قال لك مستحيل تي بي ال يفعله مستحيل تي بي ال يكونوا قادرين انهم يفوزوا ضدنا في الفايتس ولكن 3-1 لمصلحة تي بي ال زيد عليهم هذا البارون الحق أصبحت الأمور شيكي وشيكي جدا بالنسبة لجي كي أصعب وأصعب دلوقتي السيناريوهات بالنسبة لفريق جي كي تحاول أنك تلعب على الإنكور اللي موجودة منك والترو شوت براج من سايفر تحاول تلعب على إكسكيوشن مشعل ولكن كل ده محتاج بيرفكت فورميشن من ناحية التيم فايت محتاج أن أنت يكون أصلا عندك دامج فولو أب كافي ولكن 1-6 هيكون سايفر 0-5 هيكون ميميك والكيلز كلها موجودة مع مين موجودة بس مع أدير موجودة مع ووفو بالتالي أصعب يعني الـ 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 الأمور دلوقتي محطوطة فيها فريق جي كي ولكن أنا حتى إذا بلاك لوتس ينعموا بجميع الكيلز اللي موجودة على الكاريز المطلوبة منهم أنه يكون معهم كيلز أكيد الحق نتمنى كذلك نشوف الجولد متاع البلايرز خلينا نشوف سايفر قديش عنده 8000 أوف تقريبا أقل واحد في فريق جي كي اذا ما نحسبوش مشعل بحكم اللي هو السيبورت ميميك الان ممكن يرقد التينج لاباي موجوده من تلت لورد انسين ايوي دامج طلع من ميك ولكن في النهايه الانكور مش هتكون كافيه وين بيرفكت بالالتيميت هاي بيك الاكسكيوشن على سيرافين تليبورت هتكون موجوده على طول انسد من ناحيه ووفو 4 فيرسس 5 حصه بتوين التو تيمز بعد دلوقتي اخذ الدراجون ولكن في النهايه لسه معاهم البارن لسه معاهم
ويف كلير كويسه جدا قصاد فريق جي كي. ووف ولا زال هنا على الفرونت لاين، لو فضل ياخد دامج ورا دامج هنا سلولي فريق ذا بلاك لوتس هيكون عنده فرصه للانجيج، وفي النهايه لازم يتراجع بالفعل. اجواد لازال على الرابترز، هل يكون لي فلانك بوزيشن ولا لا؟ تلت لورد بالاي هتلاند في النهايه على مشعل، سيجنج باور هيوج في ايدي ذا بلاك لوتس. ولا زال دلوقتي شايفين ايريو قادر انه يطلع دامج كافي لو قرر بس حد من فريق جي كي انه ياخد اول ان، ولكن ترو شوت برج موجوده من سايفر اولموست، لكنها يعني ما تمش استخدامها حتى، ما فيش دامج اقل من انه يذكر حتى. ولكن ايريو هنا اوكي يدور على الكل، ولكن فلاش انستنت اسكيب موجوده من سايفر. اجواد لسه على الفلانك بوزيشن، فريق جي كي لسه ما فيش في ايديهم كتير يحاولوا يقدموه، وفي النهايه بلاك لوتس يتجهوا على البوتلين. يا الحق يقال، معنا سايفر غايب تماما في الجيم هذه، ما هوش موجود، ما عنده حتى تأثير على مجريات المباراة. من الجهة الأخرى إيريو السيد يعني فرونت لاين يدخل باليومي. باي باي امبرفكت، ولا مازال حي؟ امبرفكت يحاول انه يسكيب، لكن تشيس سو فار الاي مش هتلاند على امبرفكت، وبالتالي معاه ادفانتج مشعل بالتشيس. الهوك ممكن تيجي، لا بالفعل مش هتيجي. اورجوت قادر سو فار انه يسكيب. لورد مره ثانيه يحاول انه يساعد هنا اورجوت، وممكن يفول قصاد كان انه يحاول يساعد. شوف مش عايزين يسيبوه، مطلوب الشوت داون ولكن مش في ايدي برضو اجواد، كانت مهمه لو كان خدها هنا سايفر. اي الحق من حسن حظ تي بي ال انه ما ثم ولا اوبجكتيف الان على الخريطه ايريو، ولكن ثمت هنا بريشر من ناحيه فريق جي كي. بيك ورا بيك، ودلوقتي على ايريو. فريق جي كي مش عايز يسيب الجيم لبلاك لوتس بكل سهوله. الشوت داون تروح مره دي لمشعل، انسين هيفول واجواد هيبيك الكل. يايكس، سرعان بدت تنهار الامور من جهه فريق تي بي ال. الحق كيف ما قلت انت، واحد ورا الاخر قاعدين يشدوا فيهم اوت اوف بوزيشن. بدت كل هذه بالمأساة متاع موت امبرفكت، كان المفروض ثلث لورد يترك زميله يموت، ولكن ما حبش، قالك خلينا نموت اثنين مع بعضنا احسن. اما كما قلت انت مارو كذلك، اغلبية الكيلز اللي صارت يعني في اخر دقيقة ولا اثنين كلهم ماشيين الاجواد. الى حد الان سايفر مازال عنده كيل واحدة فقط، شيء هذا حسب رأيي بشي اثر على الدامج اوتبوت متاع فريق جي كي. ولكن الفرق اصبح شبه معدوم من ناحية الجولد، أقل من دقيقتين يفصلنا على التنين الخامس والذي قد يكون السول بالنسبة لفريق جي كي. ممكن يصعب شوية مهمة إيريو بحكم التناسيتي وشوية الشيلد اللي تكون موجودة عندهم. دلوقتي خلاص معاك 3 دراجونز، ويقترب الدراجون رقم 4 يمكن يكون لجي كي، أو رقم 2 يكون لفريق ذا بلاك لوتس. ودلوقتي الأوبجكتيف فوكس كبيرة جدا بين التو تيمز، ولكن جي كي أعتقد هيحاول يدوروا على بيك ما قبل الأوبجكتيف، يحاول يدوروا على بيك تديهم أدفانتج. وسو فار فريق ذا بلاك لوتس لازم ما يدلهمش البيك دي، لازم يلعبوا معاهم الكلين 5 versus 5، واللي بالتالي هتديهم ادفانتج كبيره جدا. يمكن اجواد معاه دلوقتي 6 كيلز، ولكن اجواد تقدر تستوب كذا حاجه. الالتيميتر موجوده من انسين، تقدر ايريو يعمل له كايت، شادو ووكر يديله هنا الايفر فروست، او حتى تيت لورد باللتنج لولاباي. بالتالي عندك كذا كاونتر بلاي للأدير. ايح ايريو الان مستكمل 3 ايتمز نتاعو، تصوروا في مرحلة مريحة ومريحة جدا، ولكن جي كي متجهين نحو التنين يحاولوا يحميوا وحدة بالوين كونديشنز متاعهم. بيرفكت، ولكن بيرفكت ممكن هنا يجات كوت. ووفو لسه موجود، الدامج من ناحية أورجت ممكن يكون ريسبكتد لازم من ناحية فاي جي كي، ولكن في النهاية فلاش مش قادر بيها انه يسكيب في الوول. وفي النهاية دلوقتي الديس أدفانتج بالفعل موجودة مع فريدة باكنس. 4 ضد 5 مش قادرين تي بي ال انهم يدافعوا على هذا التنين ويحرموا جي كي من السول، اللي اذا كان بطريقه ما ايريو يسيح واحد ولا اثنين تارجتس. الكاتش حصل دلوقتي كان على شادو، كان خلاص، كان ساعتها بلاك لوتس بيدوا الدراجون اكتر ما هو بالفعل موجود مع جي كي، وبالفعل خلاص الماونتن سول في ايدي فريق جي كي، وبالتالي لازال يعني الدريم موجود في السامونرز ريفت. لازال فريق جي كي قادر انه يورينا جيم صعب، وذا بلاك لوتس بصراحه سو فار حاجه كبيره ليهم على جيم زي ده قصاد جي كي. اي ما تصورش حتى واحد تخيل انه تي بي ال ينافسوا بهذه الشراسه بهذا العناد امام واحد من اكبر التيمز، امام جي كي 10% فقط من جمهورنا العزيز يتخيل انه ممكن المباراه هذه تنتهي بخساره ابطال الدوري السعودي. مبروك حق جي كي، يمكن ما قلتها لكمش يعني، ولكن مبروك
فازوا بلقب الدوري السعودي مؤخرا البارح ولا قبل البارح كان امبارح. اوكي بوز بوز عشان نتكلم براحتنا عن التو تيمز. بس زي ما انت تكلمت يمكن حتى مش ظلما لفريق ذا بلاك لوتس، ولكن من ناحيه الاحصائيات ومن ناحيه اداء الفتره الاخيره فجي كي كان عندهم افضليه قصاد ذا بلاك لوتس من حتى قبل بدايه الجيم، ولكن ذا بلاك لوتس بيورونا ان في السامنرز ريفت مفيش حاجه مستحيله، مفيش حاجه تقدر تبردكتها، خصوصا من فريق زي ده كان مورينا ران رائعه جدا السنه اللي فاتت. حتى لو دلوقتي موجودين في الستاندنجز كاخر فريق لسه قادرين يورونا جيم مرعب قصاد جي كي. اي مازالت عندهم الروح متاع الكامباك، مازال عندهم الروح متاع المفاجاه الى حد الان. الحق صحيح انه الامور بدت تنحاز اكثر الفريق جي كي، اصبح عندهم السول، يظهر لي البارون بعد مش عارف قديش يظهر، ممكن اصلا ظاهر الان على الخريطه، ولكن تي بي ال مازالت عندهم فرصه اذا كان بطريقه ما يلقاو فايت مناسب. لانه اذا كان راجعوا امورنا شويه مارو ونلاحظوا في اخر 7-6 دقائق كيفاش كان جي كي ياخذ الادفانتج نتاعو عن طريق اخطاء من عند تي بي ال، يعني يكون مش عارف ان بيرفكت اوت اوف بوزيشن، يحاول تلت لورد ينقذ ويموت معاه، انفيد على الجنجل، فهذه الكل تقريب اخطاء اغلبيتها جايه من جهه تي بي ال. حسب رأيي إذا كان تي بي ال يضبطوا أنفسهم وينقصونا من الأخطاء هذه المباراة ممكن توصل دقيقة 40. دلوقتي بصراحة سوفر الأخطاء الفردية اللي بتحصل من فريق ذا بلاك لوتس مش في صالحهم تماما، لازم تحاول تفورس فريق جي كينا تاخد معاه الفايف فيرسس فايف، لكن كاتش تحصل على امبرفكت وراها كاتش تحصل ممكن على إيريو أو حتى تحصل على شادو، الموضوع يكون صعب جدا بالنسبه لفريق ذا بلاك لوتس. ولكن اللي متاكدين منه ان الفايتس على اوبجكتيفز دلوقتي كانت البارن او كان حتى يتجهوا على اي تاور موجوده في الماب مش هتمر مرور الكرام تماما. على ذكر التاورز كذلك انا متفاجئ انه تي بي ال عنده اكثر ابراج من جي كي، لكن الكاتش دلوقتي كانت ممكن تحصل على ايريو قصادها على طول، ايريو هيرد بالدامج الموجود على ميمك بالالتيميت، ودلوقتي على طول في لحظه واحده ذا بلاك لوتس يرجعوا مره ثانيه 5 بلايرز في المدين، لازال التشيس قائم، موفو يحاول يجمع الميجا نار ولكن مش على اللو اتش بي، يستخدم يمكن الستوب ووتش لكن باي تايم ممكن يفول في الناحيه الثانيه كمان، اللوك داون حاصل دلوقتي على شادو لو اتش بي، فورز اوت اوف فايت يعود مره ثانيه، تلت لورد من اللاندنج ولا باي على 4 بلايرز ولكن ما فيش الفولو اب الكافي، وبالتالي الالتيميت تكون ويست دلوقتي من الليليا وفريق جي كي يكون عندهم أفضلية. شادو فورز على الريسيت، عنده تي بي لمحالة ممكن نشوفوه يرجع في لمح البصر بسرعة البرق نحو هذا البارن. البارن بلاي حصل دلوقتي من ناحية فريق جي كي، ولكن يعود مرة ثانية ذا بلاك لوتس، وبالفعل الشادو بالتليبورت موجود دلوقتي، ولكن هل يحصل الكاتش مشعل بالهوك على امبرفكت، ولكن بالفعل بارون باف هيكون سكيورد من اجواد، يترن دلوقتي على التيم فايت، الكاتش حصل على تلت لورد يحاولوا يتشيسوا على ايريو، ولكن ايريو قادر نو اسكيب سو فار، شادو هنا مع امبرفكت على الفرونت لاين هيكون له شبيل اورجت في النهايه ياخد الكلا على ميمك، لسه جي كي مكملين التيم فايت، ايريو لسه عايش، وبالتالي التهديد والخطر لازال موجود مع فريق بلاك لوتس مكمل التشيس، التيمت فارد اب من ناحيه اليومي، سايفر لازم يسكيب على النقيض الاخر كمان مشعل يحاول انه يهرب من خطر شادو، ولكن التشيس لسه قائمه، وان اي ممكن تكون كافيه انه سكيور الكيل، ولكن في النهايه قادرين ان هم يسكيبوا فريق بلاك لوتس ترنينج فايت بشكل رائع قصاد جي كي. صحيح انهم خسروا البارن، ولكن وراونا علامات المقاومه، وراونا وفسروا لنا انه الفايت مش باش يكون بالطريقه السهله بالنسبه لفريق جي كي. لو كانوا الكل موجودين 5-5 في نفس الوقت تي بي ال حسب رايي كان ممكن جدا انه يفوز بالفايت، كان ممكن كذلك انه ياخذ البارن، ولكن خلينا من الفرضيات ومن شنو كان ممكن وشنو لا. الارض الواقع تقول وانه جي كي عندهم البارن باور بلاي الان، صحيح انه الباف هذا مش موجود على كامل اعضاء الفريق، ولكن احسن من بلاش بالضبط، يعني احسن ما يكون معكش البارن باف تماما، ولكن دلوقتي تلت لورد ممكن يجي كوت لو اجواد قرر انه يتشيس عليه، في النهايه لازم الريسبكت، الغلطه دلوقتي تعتبر ممكن تنهي الجيم حتى من قبل ظهور القلب. في الدقائق القادمة كذلك إيريو بشوص الليفل 16 متاعه، وهذا بطبيعة الحال يعني أنه الألتميت مش توصل أقوى مستوياتها، وممكن نشوفوا هذا الفقر يسيح كل التارجتس. أم بيرفكت رد بالك، لازم هنا يكون حذر، ولكن شوف التروشة براجع على إيريو على طول هتكون إنستنت هيلد بإنسين، وبالفعل إنسين فالي موجود على اليومي، ولكن كمان إنسين بوك موجود على إيريو لحد دلوقتي، فريق جي كي باستخدام البارن باف
ممكن يكون عندهم فرصه دلوقتي لاخذ الانهيبيتور، ممكن يكون كمان فرصه لفورسينج تيم فايت يكون الاخير بالنسبه لهم لو قدروا يكسبوه، يكون كمان ادفانتج كويس للبلاك لوتس لو قدروا ان هم يحافظوا على بوزيشننج ايري ويلعبوا اراوند الشادو كمان على امبيرفكت. ولكن في النهايه جي كي عارفين كل السيناريوهات دي وعارفين خطر فريق ذا بلاك لوتس، وبالتالي افضل قرار هو انك تتجه على البوت لين وما تفورسش فايت في الميد لين. إيريو ما عادش عنده الحق أنه يلعب بالأريحية اللي شفناه في أول 10-15 دقيقة، يعني كان دائماً هو يكون في الفرونت لاين بالألتميت متاع يومي، لكن المرة هذه لازم يرد باله. سايفر بالرغم اللي ما عنده حتى كيل تقريب إلا أنه يظهر لي بكيو W2 أتاك نحى نصف الـ HP متاع إيريو، فلازم يرد باله. خلاص الفايت دلوقتي لو حصل على فريق جي كي ممكن يكون الاخير حتميا، مش على الموجود على الباك لاين، وبالفعل ممكن يكون في فوكس المره دي على ايريو يحاول يدور بالفعل بوفو على الاول ان شادو. تروش امبراج مش هتلاند عليه وكانت هتلاند على ايريو على النقيض الاخر، لسه الانكور مش هتلاند على ولا وان بلاير من فريق ذا بلاك لوتس. فريق جي كي يمكن يكون ضيعوا شويه ريسورسز ذا ليد للادفانتج فريق ذا بلاك لوتس، هم لعبوا بشكل اجريسيف. ايريو موجود دلوقتي بيرجع في الحلقه الصغيره مره واحده ما بيجي ياخد الكيل على ايريو، وفريق جي كي بيترنوا دي فايت ايوي دامج طالع دلوقتي من اجواد يعود مره ثانيه على الباك لاين. شوف سافر موجود على الباك لاين مع ميمك، ولكن في النهايه شادو لا زال عايش. ثلث لورد موجود عليه اليومي، فور فيرسس 3 حاصل على فريق جي كي، وذا بلاك لوتس مش عايزين يفرطوا في الجيم. هذا كنا نتحدث عليه بالضبط، يعني من جهه واضح انه تي بي ال مازال في المنافسه، مازال قادر انه يربح تيم فايتس ضد فريق جي كي. من الجهه الاخرى كما تحدثنا اريو ما عادش قادر انه يلعب بكل اريحيه، ما عادش قادر انه يمد وجهه بكل سهوله. شفنا شنو صار فيه، حاول يعملها مره اخرى نفس الاستراتيجي تكون يومي موجود عليه بالالتيميت نتاعها، لكنه اول مظهر اختفى في لمح البصر. الدامج كبير جدا الان قاعد يخرج من جي كي، ايريو لازم يرد باله اذا كان يموت مره اخرى، بالرغم اللي بقيت زملائهم عندهم دامج محترم جدا خاصه الشادو ووكر، اما بالطبيعه لا غنى عن الدامج نتاع تويتش. مين فينا كان يتوقع ان ذا بلاك لوتس يورونا جيم مرعب زي ده؟ لسه كنا بنتكلم في بدايه الجيم سيناريو ان بلاك لوتس ياخدوا 2 وينز عشان يقدروا يطلعوا من الريليجيشن، وقلنا الموضوع صعب، ولكن مفيش حاجه سو فار صعبه على الفريق المغربي ذا بلاك لوتس. الالدر دلوقتي بالفعل من عندهم ستارتد فريق جي كي جاذرنج، هل يكون قرار دلوقتي ستارتنج الالدر هو افضل قرار لبلاك لوتس ولا جي كي هيكونوا على المعاقبه؟ ووفو يحاول انه يجمع دلوقتي الميجا نار، ولكن في النهايه كمان فريق ذا بلاك لوتس يحاول يفورس الفايت قبل ما يكون موجود الميجا نار، ولكن باي ذا تايم اللي هيكون بيجمع في ميجا نار كان موجود من ناحيه ميمك كليفر فوست على الباك لاين ناحيه ثانيه كمان. ايريو لا زال قادر ياخذ الفيو ضغط اكس ناحيه ثانيه كمان، الفوكس يحصل مره واحده على ايريو. فريق جي كي المنيتنج واحد ورا الثاني ورا الثالث دوروا على الكل الرابعه وهيلقوها، ودلوقتي مبقي بس تو بلايرز من فريق ذا بلاك لوتس لورد مع مصاحبه انسين يحاول ان هم اسكيبوا. اعتقد تو بلايرز دول مش هيكونوا كافيين ان هم يصدوا البوش اللي هيكون حاصل من جي كي. لازم الان تلت لورد يحاول ياخر هذه الويف على قدر الامكان، 30 ثانيه متبقيه. يايكس فوكس، الفوكس لازال على تلت لورد مش على الموجود، ولكن شوف الدمج اللي طلع من تلت لورد لازال بيحاول يطلع دي بي اس على فريق جي كي. لسه محاوله انهاء الجيم صعبه، تلت لورد يحاول يباي شويه تايم اولموست هيسكيور الكل على مش على، ولكن في النهايه الزونياز موجوده بيحاول يسيف شويه وقت الفريق، ولكن في النهايه جي كي ياخذوا الكل الاولى والثانيه والتيم ايت كلين اس دلوقتي موجوده في ايد جي كي، وانهاء الجيم هيكون بالفعل قرارهم حتى مع تواجد اريو هنا يا جلي. صحيح جي كي هم اللي فازوا بالجيم، ولكن تي بي ال فازوا بحبنا، فازوا بقلوبنا حسب رأيي أنا، في مباراة ما كناش متوقعين أنه قادرة توصل 40 دقيقة. تحصيل حاصل هذا الكل. فايت أخير. أداء بالفعل رائع، أداء مبهر، 25-25 هو السكور النهائي لجيم زي ده. ذا بلاك لوتس لو ده أداء جي كي فأعذرني يا جلي، سيناريو التو وينز اللي ممكن يكونوا سكيورد على فوكس وثاندر كلاودز الاسبوع ده لازال موجود، لازال فريق ذا بلاك لوتس ممكن يقلب الترابيزه تماما ويطلع من الريليجيشن 1000%. كل شيء وارد الى حد الان، والحق انا بعد البرفورمانس هذا بتاع فريق تي بي ال نتمنى لهم كل الحظ، نتمنى انهم يقعدوا معنا الدوري الابطال في البرستيج، ما نحبش نشوفهم ينزلوا الشباب هذوما. ولكن شكون كان يتصور مارو أنه الجيم هذه تكون طويلة لدرجة هذه؟ وصلنا لأربعين دقيقة شباب، 25-25 كما قال مارو، تعادل تام من ناحية الكيلز. مش كأنه معناها تي بي ال كانوا يحاولوا يطولوا في الجيم وكانوا خاسرينها، لا، تي بي ال كان واضح أنهم ممكن يفوزوا بالجيم هذه، كان عندهم في مرحلة مراحل أكثر أبراج من فريق جي كي، فريق
اللي احنا كنا دايما نقوله هو احسن من احسن خلينا نقوله الماكرو بلايرز في البرستيج ليج الى حد الان. صراحة اكسكيوشن جاء اون بوينت. الدرافت كان مبهر جدا من فريق ذا بلاك لوتس، وسوفر لحد اللحظة الأخيرة كان ذا بلاك لوتس مرينا جيم مرعب جدا. مين فعلا كان يتوقع ان الجيم الرابع هيكون بالحماسة اللي موجودة دلوقتي؟ ممكن كان يتوقع ان إيريو يورينا الأداء الكلين ده تلت لورد جميع البلايرز، مش عايز انسى حد، امبرفكت حتى انسين حتى شادو. سوفر كان جيم صعب جدا، ولكن في النهاية جي كي لازال عندهم ادفانتج بالكوردينيشن ما شاء الله المرعب دايما الموجودين مع بعض. ولكن اعزائي المشاهدين مش هطلع لكم اكتر من كده، هنتجه على طول المره دي قبل ما نروح لفولدر هنروح لمومو عشان الانترفيو، بعدها نرجع تاني لفولدر. فمومو معاك المايك.